بس يلا خلاص. بعدين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله عبر مجموعة الباحثين السودانيين حتكون معنا دكتورة سبنة إمام، هي محاضرة في جامعة الخرطوم كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وباحث زائر في جامعة إيراسموس روتردام بهولندا. مرحبا بك دكتورة سبنة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك يا دكتورة. الله يخليك. إن شاء الله بإذن الله الليلة حتقدم لنا برزنتيشن لورقة بحثية لها تم نشرها مؤخرا في Journal of Asian and African Studies، الورقة بعنوان السودان وجنوب السودان بعد الانفصال، دراسة مقارنة للأداء الاقتصادي وتنويع الصادرات والمؤسسات. مرحبا بك دكتورة سبنة وتفضلي. أوكي، مرحبا بكم جميعا، والتحية لشهداء الثورة السودانية، وإن شاء الله يعني نشوف السودان اللي احنا بنتطلع له جميعا زي ما طوالي بنذكر في كل لقاءاتنا. وبحب أقول إنه احنا في التراك الصحيح anyway يعني، وإن شاء الله ربنا يوفق. مرحبا بك يا دكتورة نعمة، وسعيدة جدا يعني بإنك الليلة تشاركيني في تقديم الورقة دي. ممكن بس للأسف أعمل شير للسكرين عشان اتفضلي اتفضلي اعملي شير للسكرين. في الوقت ده عاوزة أنبه كل الناس الموجودين معانا في عبر حساب الزوم وكذلك الناس اللي معانا عبر الفيسبوك إنه إذا عندكم أي أسئلة تفضلوا اكتبوها لنا في الشات بوكس عبر الزوم أو عبر التعليقات في الفيسبوك. بعد ما دكتورة سبنا تستعرض لنا إن شاء الله هالورقة احنا هنقوم بطرح الأسئلة عليها، فأي سؤال عندكم تفضلوا اكتبوه لنا. تفضلي دكتورة. اوكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الورقه بتاعتي دي هي تقريبا هي ديسكريبتيف يعني، ما ولكن هي مقدمه لشغل تحليلي كتير انا شخصيا عملت جزء منه في ورقه تانية اللي هي نشرت برضو قريبا. لكن الورقه دي ممكن تكون هي مفتاح لمواضيع تحليليه اكبر في المستقبل. الهدف الاساسي كان من عمل الورقه دي هي تتبع مسار الاقتصادين. طبعا انا دايما لما اشتغل شغلي بكون مركزه على الايكونوميك دايمنشنال، يعني شغلي بيكون اكثر ما بيكون بيورلي ايكونوميكس، بيكون فيه البعد بتاع البوليتيكال ايكونومي برضه او الاقتصاد السياسي، لانه ده بعد مهم بالذات في قضايا زي قضايا الانفصال والاشياء دي. فكنت دايما اشوف تتبع مسار الدولتين باعتبار انه الازمه بين الشمال وجنوب السودان من سنه 56 كانت طبعا كليمز حول التهميش والحرمان من نصيبهم في الاقتصاد، وده السبب اللي يعني زي ما كلنا عارفين الهيستوري انه هو اكزاجريتد وتطور الى كونفليكت صراع افقر السودان ككل واضعفه اقتصاديا على مرور قرابه الخمسين سنه او اكثر. وفي نهايه المطاف قرر الاخوه الجنوبيين انهم هم ينفصلوا ويأسسوا دولتهم. فكان التساؤل الاساسي هل الخيار اللي اتخذوه الجنوبيين ده هل هو عالج المشاكل الاساسيه اللي هم كانوا فعلا بيشتكوا منها، او اللي هي كانت البيز الاساسي اللي على اساسه الكليمز بتاعت الانفصال نفسها اتبنت، واللي على اساسه ليتر اون تم الجاستيفيكيشن يعني او تبرير انه الانفصال كحل، تقديم الانفصال كحل للازمه السودانيه ككل. لانه الازمه السودانيه دي الاهميه برضو بتاعت الورقه دي بتجي من انه الازمه دي ما زالت مستمره. يعني السودان از فراجايل كانتري تيل ناو، فراجايل ستيت يعني دوله قابله للتفكك. يعني ليس انفصال الجنوب الآن يعد هو نهاية المطاف أو نهاية القصة، وإنما السودان الآن vulnerable أو مرجح جدا إنه تنفصل منه مزيد من الأجزاء. لذلك من الأهمية بمكان إننا نحن وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على انفصال جنوب السودان إنه نحن نقوم نرجع للوراء وننظر على تجربة الانفصال نفسها، هل خلقت لي دولتين مستقرتين في أفريقيا اقتصاديا وسياسيا، ولا أدت إلى خلق بدل ما إنها هي كانت دولة أزمة واحدة تحولت إلى دولتي أزمة، وبدل ما إنه المشاكل إنه في دولة واحدة فقيرة وتعاني من أزمات اقتصادية أصبحت لدينا دولتان تعانيان من أزمتين اقتصاديتين. وهل على الانستتيوشنال دايمنشنال أو ليفل على المستوى المتعلق بمؤسسات الدولة
المؤسسية في الدولة بتعنى بقضيتين أساسيتين، قدرة الدولة أو حوكمة الدولة على السيطرة على كل أجزائها، يعني يكون عندك جهاز بيروقراطي قوي جدا وجهاز دولة قوي جدا من الناحية الأمنية، من الناحية بتاعت الدولة المدنية ذاتها، أو ويحكم سيطرة الدولة على كل أطرافها، بالإضافة لبعد آخر أيضا يندرج تحت الحوكمة والانستتيوشنز اللي هو الكوربشن والفساد والمحسوبية. فهل الانفصال بتاع جنوب السودان أدى برضو إلى خلق دولتين خاليتين من الفساد، دولتين المؤسسات بتاعتهم ساوند وقوية وبتقدر إنها تعمل proper or sound reallocation of resources و sound redistribution of income، يعني بتقدر تعمل توزيع للموارد بالشكل الأمثل وتوزيع للدخول الناجمة عن استغلال هذه الموارد بشكل comprehensive شمولي أكبر بالنسبة للدولة لمواطني الدولتين بما يحقق الرفاه، ولا اتخلقت لدينا دولتان أيضا جارتين ودولة حديثة في أفريقيا تعاني من ذات الأزمات التي تعاني منها الدولة الأم؟ ده كان المحفز والأوبجكتيف الأساسي للدراسة. فهنا أنا استخدمت السكندري داتا أو الداتا معلش الموجودة من دكتورة، بس لو عملت لنا كبرت لنا الشاشة شوية، عملت لنا في أوكي. البرزنتيشن مود. أيوة شكرا. أيوه أوكي، شكرا جزيلا للتنبيه. أنا استخدمت ببساطة السكندري داتا الموجودة الأفيلابل في البنك الدولي والأونكتاد والحتات المعروفة يعني المتوفرة فيها الداتا من النوع ده، استخدمتها بس عشان تتريس تو أدريس التطور بتاع الاقتصادين، عشان تو أوبن أب فور مور انفستيجيشن. يعني الورقة دي هي مهمة جدا لأنها ذا فيرست ديسكريبتيف ستدي، إنها هي تريس ذا تو ايكونوميز منذ انفصال جنوب السودان باك في جولاي 2011. دار أشوف ماذا تخبرنا الداتا، ماذا تقول لنا الداتا عن الدولتين ديل. أما بعد كده العلاقات السببية وإنك أنت تثبت إنه فعلا الترندز اللي إحنا شايفينها في الداتا أو الباترنز اللي في الداتا دي is telling a true story ولا هي مجرد مصادفات، ده بيعتمد على ديبر انفستيجيشن اللي هو انا برضو جزء منه عملته باستخدام الفار موديل في الورقه التي يعني زي ما بيقولوا نشرت لاحقا، وبفتح المجال من خلال البيبر دي لمزيد من البحوث التحليليه اللي قامت العلاقات السببيه. ودي الاهميه الاساسيه للورقه دي، انها هي بتلخص في الجوانب الاساسيه. طبعا هناك جوانب اخرى في متعلقه بالاقتصاد الكلي، انا هنا مركزه زي ما انتم شايفين على الايكونوميك بيرفورمانس، بقصد بيها طبعا الجي دي بي في الدولتين، الاكسبورت دايفرسيفيكيشن او تنوع الصادرات سله الصادرات في الدولتين، والانستتيوشنز اللي هي المؤسسات زي ما انا ذكرتها بقصد بها الحوكمه وبقصد بها الفساد دي، لانه انا بفتكر انه الثلاثه ديل هم اهم ثلاثه مؤشرات اقتصاديه بالنسبه للدولتين. وبالاضافه لانهم الدولتين او لما كانوا دوله واحده، لما كان يونايتد سودان هو كان دوله منتجه للنفط وكان معتمد على النفط في اقتصاده، فبالتالي انا عاوز اشوف هل فعلا يعني دي ممكن انت ممكن تشوف هل فعلا كان في امباكت على الاكسبورت دايفرسيفيكيشن نيجاتيف، هل فعلا كان في امباكت على الانستتيوشنز. بمعنى يعني مثلا انا في الورقه الثانيه قمت انفستيجيتد العلاقات السببيه بين الانتاج بتاع النفط مثلا وتنوع الصادرات، هل فعلا تنوع الصادرات ده اصلا ظهر لنا فجاه مع انتاج النفط ولا اصلا السودان كان عنده ازمه هيكليه في الموضوع ده؟ هل الفساد وضعف الحوكمة وضعف مؤسسات الدولة هو صفة ملازمة للاقتصاد السوداني بطبيعة هيكله ولا مستحدثة بسبب مثلا اعتمادته في 20 سنة أو 15 سنة الماضية على النفط؟ فده مثلا نوع من أنواع الدراسات التحليلية اللي later on ممكن الناس to investigated، وممكن الناس تركز كمان على مؤشرات كلية أخرى مثلا معدلات البطالة، الاكسشينج ريت، التضخم، يعني ممكن تفتح الباب على الكثير. لكن انا حصرت دراستي في الثلاثه دي، لكن انا عاوز اقوله ان اتس نوت ليميتد تو ذات وان، ممكن في فور فيوتشر باحثين اخرين يعني يدرسوا بذات الكيفيه او يتتبعوا بذات الكيفيه ايذر ديسكريبتيف او اناليتيكالي الاثر على مؤشرات اقتصاديه ثانيه. السؤال الاساسي اللي انا سالته في البيبر دي هو كيف انه الترانسفير بتاع الاويل ريزيرفز من السودان لساوث السودان في 2011 أثر على الدولتين من ناحية الإكسبورت دايفرسيفيكيشن، تنوع الصادرات، والإنستيتيوشنز، والإكونوميك بيرفورمانس. الفرضية الأساسية كانت في ذهني إنه الدولة اللي حينتقل لها
الاويل ريزيرف او الاحتياطيات النفطيه في اللونج ران مفروض انها هي تظهر سوء في المعدلات بتاعه الاكسبورت دايفرسيفيكيشن، وتظهر سوء في معدلات النمو الاقتصادي، وتظهر سوء في معدلات الانستتيوشنز او مؤشرات الانستتيوشنز. نفس الشيء الدوله اللي فقدت الريسورسز دي بقى عندها محفز لانها تحسن ادائها في الامور دي، لانها فقدت الريزيرف ده، وبالتالي فقدت الايزي ماني اللي كانت بتجي من النفط، فبالتالي لابد من انه هي تؤدبت مور ساوند ماكرو ايكونوميك بوليسيز، بالتالي دي تاثر ايجابا على النمو الاقتصادي بتاعها، مور ساوند بوليسيز ريجاردنج الاكسبورت، السله بتاعت الصادرات بتاعتها، بمعنى انه في صادرات مثلا ضعفت اثناء انتاج النفط او تم اهمالها، مفترض انه الدوله اللي فقدت الريزيرف، واقصد هنا طبعا شمال السودان، يحصل لها تحسن في اداء التنوع بتاع الاكسبورت، سله الصادرات بتاعتها، ويحصل لها برضو تنوع في الضبط بتاع حوكمه الدوله والضبط بتاع الكوربشن، في حين انه العكس النقيض يحدث في الدوله التي انتقلت لها احتياطيات النفط اللي هي ساوث السودان، اللي هو بعد الانفصال خرج باكثر من 70% من البروفن اوفر اويل ريزيرف بتاعت اليونايتد سودان قبل 2011. فده كان دي كانت الفرضيه الاساسيه او الانتيوشن الموجود في ذهني كباحث لما انا سالت السؤال ده. بعدين ابتديت اشوف انه what the data, what kind of story the data is telling، يعني هل الداتا تتوافق مع توقعاتي ام ان الداتا تحكي قصه اخرى؟ واذا كانت الداتا بتحكي قصه اخرى احنا عاوزين نعرف انه why، ليه التوقعات بتاعتنا ما او الداتا ما ماشيه مع توقعاتنا. فهنا دي بعض المؤشرات زي ما قلنا عملناها من السكندري داتا، واضح هنا في الشارت ده الانخفاض الكبير في الاويل برودكشن بالنسبه لدوله، ده الخط الاحمر ده بيمثل طبعا التاريخ بتاع انفصال جنوب السودان، والخط المتصل هو ساوث السودان، والخط المتقطع هو السودان. معلش في ناس ممكن يشوفوها شويه مخيفه لغير المتخصصين، لكن هي ببساطه هنا الشارت ده باختصار شديد بيوضح انه بالنسبه للسودان حصل دروب كبير جدا جدا في انتاج النفط بتاعه منذ انفصال جنوب السودان. هنا في ساوث السودان كان عنده يعني البرودكشن بتاعه طبعا عالي بعد الانفصال مباشره، لكن الدروب اللي حصل هنا بسبب توقف انتاج النفط سنه 2012 نتيجه للكونفليكت اللي كان اندلع في جنوب السودان، ثم بعد ذلك عاد الانتاج ولكن ليس بالمستوى اللي كان مفترض يكون عليه، يعني ودي لاسباب تعتبر فنيه. دي الاويل رينت، الاويل رينت هو نصيب الدوله نفسها من الاويل هي بتنتجه طبعا، لانه في نصيب بكل الشركاء. وبيوضح هنا برضو انه الخط المتصل هو السودان والخط الغير متصل هو ساوث السودان، فبنلاحظ انه مثلا ساوث السودان هنا ده تاريخ انفصال جنوب السودان، فبنلاحظ برضو انخفاض في الاويل رينتس بالنسبه لساوث السودان، بالنسبه للسودان مقارنه بساوث السودان، يعني حصل فجأة من الانفصال حصل دروب كبير جدا جدا لساوث السودان، سوري للسودان في الاويل رينز، واصبح جنوب السودان فجاه متفوق عليه، لانه طبعا احنا كنا تقريبا السودان كان بيحصل اكثر من 10% كاويل رينز، بمعدل عالي جدا جدا يعني، لكن immediately بعد الانفصال ظل لدينا بعض النفط نصدره، لكن طبعا زي ما انتم شايفين الاويل رينز بالنسبه للحكومه لا يتجاوز 1%. في المقابل جنوب السودان اذا تخطينا عام 2012، لانه الاويل رينت هنا انخفض نتيجه لتوقف عمليات الانتاج نفسها، بنلاحظ انه الاويل رينت بتاع ساوث السودان ارتفع، والفرق بين الاثنين ده بيوضح الجاب بتاع الانتقال بتاع الريزيرف من السودان لساوث السودان. الشارت ده بيوضح بعد ثاني للقضيه او الشكل ده، اللي هو الشير بتاع السيكتور الشير في الجي دي بي، الاجريكلتشرال جي دي بي والاجريكلتشرال برسنتج اوف جي دي بي كنسبه، يعني الزراعة كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، والصناعة بالأخضر كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، والسيرفيس أو الخدمات قطاع الخدمي كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي. بصفة عامة بنلاحظ إنه الاقتصادين فيهم القطاع الخدمي كبير جدا جدا، وده واحد طبعا من العيوب الهيكلية في اقتصاد السودان. اقتصاد جنوب السودان حتى بعد انفصل أخذ نفس الطابع بتاع الدولة الأم، يعني دي الدولة الأم السودان، ودي الدولة الوليدة بنسميها أو ساوث السودان، فبنلاحظ إنه نفس الحكاية.
بالنسبه للاندستريال سيكتور الاخضر ده، الجانب الاخضر ده، بنلاحظ انه القطاع الصناعي كبير في ساوث السودان، مش لانه المانيوفاكتشر، مش لانه عمليه التصنيع نفسها هي الكبيره، ولكن لانه ده النفط، لانه النفط بيحسب ضد مع القطاع الصناعي، فهو ده كبير بالنفط مش بانه في مانيوفاكتشر في ساوث السودان. هنا برضو نفس الحكايه، يعني طبعا السودان احسن من جنوب السودان when it comes للقصه بتاعت المانيوفاكتشرنج، يعني القطاع الصناعي في السودان a little bit better، يعني احسن قليلا، وده القطاع الزراعي طبعا في السودان اكبر وافضل منه في جنوب السودان. يعني بنلاحظ انه جنوب السودان وضعه كاعتماديه على النفط حيكون كبير جدا، لانه القطاع الخدمي ده نفسه اللي هو بيمثل بورشن كبير او جزء كبير من الناتج الاجمالي المحلي هو مستند الى النفط، يعني حتى القطاع الخدمي نفسه قائم على النفط، بمعنى انه اذا حصل شرينكينج في اي لحظه في النفط ده القطاع ده نفسه مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي حتضعف. بالتاكيد ساوث السودان عنده امكانيات زراعيه، لكن حاليا الاعتماد طبعا على النفط اكثر من 98%، مما يعني انه ما بنتوقع انه القطاعات دي تفلوريش في المدى الزمني القصير، خصوصا افتقاد دوله جنوب السودان طبعا للعماله الماهره في كان في الزراعه الحديثه يعني او في المجال الصناعي، فنحن ما شايفين روم لتطور الحاجه دي في المدى الزمني القريب. المهم الشاهد في الامر او ما تخبرنا به الداتا هنا انه الدوله الوليده دي نفسها ما انتهجت نفس نهج الدوله الام فيما يتعلق بالسيكتور البارتيسيبيشن في الجي دي بي او المساهمه القطاعيه في الناتج الاجمالي المحلي، فاذا عمليه الانفصال ما ادت مثلا الى تولد دوله صناعيه في جنوب الحدود الجنوبيه الحديثه للسودان، وانما الدوله المولده حديثا اخذت نفس الطابع الاقتصادي الهيكلي للدوله الام، ودي مشكله، بمعنى انه نحن حتتخلق عندنا دولتين بذات الازمه. إذا وده will raise question إنه what is the point then من إنك أنت أساسا عملت الانفصال منذ البداية. الجانب ده هنا بيوري الهيرشمان إندكس of export concentration، وبنلاحظ برضو هنا إنه بالنسبة لساوث السودان لو لاحظ طبعا بعد السودان ده البرودكشن ليونايتد سودان، وبعد الانفصال في 2011 ده البرودكشن بتاع الساوث السودان براو، والاخضر ده هو استمر للسودان. فبنلاحظ طبعا يعني ابتداء من 2012 انخفض جدا انتاج السودان في مقابل ساوث السودان، لكن لما نتتبع معاه الهيتش هيتش اي ده اللي هو هيرشمان اندكس بتاع الاكسبورت كونسنتريشن، اللي هو ده مؤشر بيقيس إلى أي مدى السلة بتاعت الصادرات بتاعتك فيها عدد محدود جدا من السلع. أي دولة الاقتصادات المعقدة بيكون فيها السلة بتاعت الصادرات بتاعتها بتكون فيها عدد كبير جدا من السلع، والسلع نفسها معقدة، يعني سلع صناعية في أغلبها manufacturing commodities، لكن الدول الفقيرة أو الدول الاقتصادات الريعية زي الاقتصاد السوداني أو الاقتصادات البسيطة بتكون السلة بتاعتها بتاعت الصادرات نفسها سلع أولية في طبيعتها، يعني كمواد خام، وسلع محدودة هي نفسها، يعني مش المشكلة فقط إنها هي مواد خام، وإحنا عارفين طبعا إشكالية المواد الخام في الانترناشونال ماركتس إنه البرايسز بتاعتها باستمرار بتكون ماشية متدنية وبتكون عرضة للإكسترنال شوكس، ولكن أيضا السلة دي نفسها هي محدودة، يعني حتى أنت موادك الأولية دي، يعني مثلا السودان ممكن يكون عنده امكانيات بتاعت كوبر، امكانيات بتاعت نحاس، لكن برضه ما مستغله. فده بيوضح المؤشر ده انه بعد الانفصال بنلاحظ انه دوله المؤشر بتاع السودان اتحسن شويه بتاع الكونسنتريشن، حصل فيه تحسن طفيف، ولكن المؤشر المتعلق بساوث السودان اللي هو الخط المتقطع ارتفع لمستويات عاليه جدا تقارب ال1، وال1 معناها تقريبا معتمده يعني على سلعه دوله تعتمد في صادراتها على سلعه واحده فقط وهي النفط. اذا مظهر اخر لانه الدوله الوليده ورثت ازمه الدوله الام، انه immediately اصبح ساوث السودان دوله معتمده تماما على النفط، وده ممكن يكون مؤشر لدراسه انه هل الدوله الوليده برضه حتكون عندها لعنه الموارد الطبيعيه ولا لا، وده ممكن يكون ايشو لفيرذر انفستيجيشن، ولكن الداتا بتقول كده، بتقول انه الدوله الوليده ما دوله ذات تنوع بتحصادرات ولا مشت في رؤيه اقتصاديه مخالفه للدوله الام.
نجي للمؤشرات المتعلقة بالانستتيوشنز اللي هو ده الجانب الآخر. الانستتيوشنز زي ما احنا قلنا بتتعلق بجانبين، بجانب الحوكمة وبجانب الفساد. انا في الدراسة بتاعتي ما قدرت اغطي كلها، في يعني زي ما بيقولوا عشرات الاندسيز، حتى للراغبين ممكن يشوفوا الفيدم داتا اللي بتوري لكل دول العالم الترند بتاع المؤشرات دي على مدار سنوات. لكن انا ركزت مثلا على مؤشرات معينه اللي هي الرول اوف لو والبابليك سيكتور كوربشن، عشان تو ريفلكت القصه بتاعت الكوربشن، لان احنا قلنا الحوكمه هي سيطره الدوله على مؤسساتها من جانب، واستشراء الفساد من جانب اخر في هذه الدوله. والبابليك ستابيليتي والرول اوف لو زي ما قلنا والبابليك سيكتور. بنلاحظ هنا مثلا شويه ده التاريخ بتاع، طبعا الخط العمودي الاحمر دايما بيوضح تاريخ انفصال جنوب السودان، والخط المتقطع ده بيمثل دوله جنوب دوله السودان، والمتصل بيمثل دوله ساوث السودان او جنوب السودان. فبنلاحظ انه المؤشر مثلا بتاع الرول اوف لو اللي هي سياده القانون في الدولتين، يعني اول حاجه الدولتين حتى قبل انفصال الجنوب ان جنرال فيهم مشكله في الرول اوف لو، لكن بنلاحظ انه السودان حصل له تحسن طفيف بعد انفصال الجنوب، وده بيوري انه الاويل كان، يعني الداتا دي بتقول انه الاويل كان لاعب دور في انه تصبح سياده القانون اضعف في السودان. يعني ده الباترن بتاع الداتا. انا ما بقدر اقول انه العلاقه السببيه دي قائمه 100% عشان الناس المتخصصين في الاقتصاد ما يعني يحكموا علي اني انا بكوني اني بقول انه في نوع من العلاقه السببيه، لانه احنا اذا ما لقينا علاقه سببيه ودي عندها دراسات معينه بتتعامل لها، ما بنقدر نقول انه الباترن اللي احنا شايفينه ده هو فعلا يعني بيؤكد انه التحسن في الرول اوف لو او في سياده القانون، في مؤشر سيادة القانون، هو دليل على إنه الأويل كان لاعب دور في إنه سيادة القانون تكون متدهورة، لكن ده الباترن أو ده اتجاه الداتا. معليش دكتورة على المقاطعة، بس مصدر البيانات هنا هي شنو؟ الـ World الفي Governance دم داتا. في دم داتا، أوكي. أيوه الفي دم داتا اللي هي Value of Democracy موجودة، يعني فيها داتا أوكي. هنا. شكراً. الله يبارك فيك. وبالنسبه لساوث السودان بنلاحظ انه حصل تدهور immediately بعد تحول او انتقال البروفن اويل ريزيرف لساوث السودان، بنلاحظ تدهور في مؤشر سياده القانون بالنسبه لساوث السودان. طيب المؤشر الثاني برضو المهم للغايه اللي هو البابليك سيكتور كوربشن، ده بيقيس انه تو وات اكستنت الهاير اوفيشالز او الناس اللي بيسموهم كبار موظفي الدوله بيستغلوا النفوذ بتاعهم لتحصيل مصالح شخصيه. دي الحاجه اللي بيقيس المؤشر ده، الى اي مدى في دوله ما، اي دوله يعني في العالم، كبار موظفي الدوله بيستخدم وجودهم او النفوذ بتاعهم في انهم يحصلوا مصالح شخصيه لذواتهم او اسرهم او الناس التابعين لهم. فبنلاحظ برضو انه الخط الاحمر ده هنا بيعبر برضو عن تاريخ انفصال جنوب السودان، الخط المتصل اجين هو ساوث السودان، والخط المتقطع السودان. بنلاحظ اولا انه الدولتين مؤشرات عالي، يعني 0.8 من البدايه مؤشر الببليك سيكتور كوربشن عالي ان جنرال حتى قبل انفصال الجنوب. يعني احنا الفساد ده في السودان هو مشكله موجوده او واحده من المشاكل الهيكليه اصلا موجوده في تركيبه الاقتصاد السوداني، بس الحصل انه بعد الانفصال برضه بنلاحظ انخفاض طفيف جدا في الاول، يعني تقريبا مشوا متوازيين، لكن في دروب حصل في السودان في الببليك سيكتور كوربشن، يعني في تحسن طفيف. وفي ساوث السودان اخذ ترند تصاعدي، بمعنى انه الدوله الوليده برضه ورثت القصه بتاعت الكوربشن من الدوله الام. يعني بنلاحظ انه حتى نفس البيهيفير على الانستتيوشنال ليفل هي دولة ساوث السودان ما أخداها، ضعف كبير في سيادة القانون وارتفاع عالي في معدل الفساد في الببليك سيكتر بتاع الدولة اللي هو الديوان الدومين الحكومي، بمعنى إنه هنا بنقصد به كبار موظفي الدولة، يعني الفساد على مستوى الوزراء، الفساد على مستوى وكلاء الوزارات، الفساد في الببليك اوفيشالز الناس
المتنفذين في الدوله بيستغلوا الدوله لمحسوبيه ولتحقيق المصالح الشخصيه. بنلاحظ انه دوله ساوث السودان ورثت، يعني ده اللي بتقولوا لنا الداتا، انها ورثت البيهيفير دي من الدوله الام. فبالتالي انت بدل ما كان عندك دوله واحده فاسده يعني او منتشر فيها الفساد، اصبح لدينا دولتين فيهم مشكله في سياده القانون والفساد. بالنسبه لمؤشر استقرار الدوله مدى الاستابيليتي بتاعتها، يعني برضه بنلاحظ انه يعني المؤشر ما بنفس ساوث السودان. طبعا اجينا الخط المتصل، الاستابيليتي بتاعت الدوله ضعفت جدا، وده بيوضح انه ليه ساوث السودان الان بيناتهم صراعات. يعني بنلاحظ انه الكونفليكتس نفسه اللي كان قائم within الدوله السودانيه كدوله موحده انتقل برمته ليتكون في ساوث السودان. يعني الان برضو الصراعات القبليه والنزاعات الجهويه على الريع او الرنت كونتست زي ما نحن بنسميه في اقتصاديات الحوكمه، انه هو انتقل زي ما هو من الدوله الموحده السودانيه ذات المرض ده انتقل للدوله الوليده الجديده واثر على الاستابيليتي بتاعتها. فاستقراريه الدوله نفسها بقت مهدده. ليه؟ لانه ورثت الحكايه دي من الدوله الام، يعني ما مشت في اتجاه مثلا انه دوله مستقره. فانت الان بدل ما كان عندك دولتين مضطربه، دوله واحده مضطربه، بقى عندك دولتين مضطربتين وفيهم مشكله في استقرار الحكومه. السودان طبعا مؤشره بتاع الاستابيليتي تحسن بالتاكيد يعني، لكن اجين ما بنعرف ما اذا كانت في علاقه سببيه ولا لا، لكن هذا ما تخبرنا به الداتا يعني. طبعا ليه؟ لانه على الاقل انخفض، افتكر يعني اعتقد لانه الصراع انخفض، يعني على الاقل انتهت الحرب الموجوده في الجنوب. صحيح لسه عندنا مور كونفليكتس في الشرق، وطبعا الكونفليكت بتاع دارفور، لكن ديفينتلي انك انت قفلت الباب بتاع جنوب السودان اظهر بعض يعني التحسن في المؤشر بتاع الاستابيليتي. طيب اهم الكونكلوجنز او خلينا نقول الخواتم والبوليسي ريكومنديشن، يعني انه الاعتماد اولا في انه في ستراكشر ريجيديتيز في السودان او في عيوب هيكليه، بمعنى انه انت ما بتستطيع انك انت تو بليم فاكتور واحد. تركيبه الاقتصاد الريعي المعتمد كان على القطن ثم الكروبس ثم النفط ثم الذهب حاليا بيخلق اشكالات هيكليه في الاقتصاد، بتمنع انه الاقتصاد السوداني ده بصفه عامه يحصل فيه ماكرو ايكونوميك ستابيليتي، استقرار اقتصادي. بمعنى شنو؟ انه انخفاض سستينبل في معدلات التضخم واستقرار في سعر العمله. الكلام ده ما هيحصل في السودان اذا لسه التركيبه الريعيه دي موجوده. ليه؟ لانه التركيبه الريعيه بتخلي ما في تنوع في الصادر. لما يكون ما في تنوع في الصادرات وما في انتاج لسلع معقده وفي اعتماد على سله محدوده من سلعه او مجموعات بسيطه، مثلا ناس السودان استبدل النفط بالذهب، اللي احنا 70% من سله الصادرات بتاعتنا هي كونسنتريتد بالذهب، يبقى المشكله ما تزال قائمه، يعني كاننا ما بارحناها. يعني صحيح تغيرت الحكايه من زراعه من قطن لكروبس لنفط مرورا بالذهب، لكن ده ما غير في هيكل الاقتصاد السوداني الريعي ذو السلعه الواحده المعتمد على السلعه الواحده. دي قضيه هيكليه بتجر وراها كل الاشكالات الثانيه. ما لم يتغير هذا الهيكل وننتقل لاقتصاد منتج لمواد غير خام، مواد معقده مصنعه، وما لم تتنوع حجم الصادرات دي نفسها، حيظل الاقتصاد السوداني فولنيربل دائما، هتظل دائما صادراتك اقل من وارداتك، وده بينتج في شكل حوجه مستمره للدولار، بمعنى انه الدولار اللي انت بتطلعه اكثر. يعني انا ببسط الامور للناس، يعني اهميه القصه بتاعت الاكسبورت دايفرسيفيكيشن او تنوع الصادرات شنو؟ انه انت دائما محتاج انه يكون في جاب بوزيتيف بين صادراتك وارداتك، بمعنى انه انت تصدر بقيمه اكبر مما تستورد. ده اللي بيخلي عندك احتياطي نقدي من الدولار، لكن احنا ما زال الدولار اللي بيطلع من اقتصادنا اكبر بكثير من الدولار اللي اقتصادنا بيستقبله، وده بيسبب طوال طبعا تدهور مستمر في قيمه العمله زي ما احنا شايفين الايام دي يعني. وده بيعزف الاساس او مش المشكله الهيكليه. يعني انا بشوف طبعا الناس بيكتبوا حاجات كثيره، بنك السودان عمل السياسات، صحيح ده في الشورت ران، ده لما نحلل القضيه في الشورت ران، يعني نتكلم عن الشورت ران مدى كده بتاع 6 شهور، اي ممكن الدولار الان ما فيه فلكشويشنز زي ما احنا شايفين يرتفع وينخفض. الفلكشويشنز دي في الاقتصاد هي الشورت ران، هي التقلبات دي في المدى القصير، دي نحن في اللونج ما بنحكم عليها.
يعني ما بنحكم على اقتصاد بالفلكشويشنز المدى القصير، وانما العلاقات السببيه اصلا لازم تثبت ديمومتها كمان في المدى الزمني الطويل. ففي المدى الزمني الطويل لما نيجي نعاين الاقتصاد السوداني ده على مدار ال 60 سنه الماضيه ما كان فيه اكسبورت دايفرسيفيكيشن، عشان كده دايما كان في عجز في ميزان المدفوعات بتاعنا، عشان كده دايما في عجز في الميزانيه بالمقابل، ودايما في دولار جاب، ودايما في تدهور في قيمه العمله. دي قضيه هيكليه ما بتتعالج الا اذا الاقتصاد نفسه غير النموذج الموديل الموجود حاليا من انه هو اقتصاد يعتمد على المواد الخام، وفي داخل المواد الخام دي ذات سله محدوده. يعني الليله السودان ده مثلا عنده امكانيات زراعيه كبيره جدا جدا، لكن ما مستغله 100%. حتى لو انت عاوز تصدر مثلا واردات صادرات زراعيه، انت بتصدر حاجات معينه، سمسم، ما بعرف شنو، لا في 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 انت ممكن داخل السله الزراعيه دي تنوع، تدخل مثلا مثلا فواكه، تدخل اشياء كثيره، تخلي انك انت البذور غيره، تخلي انك انت صادراتك ذات الزراعيه دي تتنوع، لانه انت عاوز تنوع افقي وراسي، يعني انت عاوز نوعيه الصادر نفسها تكون متعدده والكم نفسه يكون كبير، السله نفسها تكون فيها عدد كبير من الكوموديتيز، وده ما حاصل. حاجه دي اذا ما حصلت بمعنى انه برضه يكون المانيوفاكشرنج سيكتور عنده بارتيسيبيشن، الكلام ده احنا ما حنمرك ابدا من النفق المظلم بتاع تدهور العمله المستمر، واللي بيجر وراه طبعا القصه بتاعت الماكرو ايكونوميك انستابيليتي، اللي هو انت هتفضل طول عمرك تشيز التضخم ده من غير ما تصل لنتيجه. يعني احنا كل من السبعينيات القرن الماضي نحن بنتبع سياسات احنا بنسميها سياسات ملاحقه التضخم، ودائما التضخم هو سابق للسياسات الحكوميه، يعني اي سياسه حكوميه بتتعامل بيكون اوريدي الاثر بتاعها ابطا بكثير من الدمج اللي بيكون ناتج عن مشاكل الانستابيليتي المتعلقه بالتضخم والبطاله وغيرها. طيب البيبر دي برضه زي ما احنا قلنا من النتائج بتاعتها انها ورت انه فعلا الاويل انتنسيفايز، يعني شنو؟ يعني عمق الاداء السيء للحكومه، ساهم في اضعاف مؤسسات الدوله ديفينتلي، وفي نفس الوقت اضعف ساهم في السبريد اوف كوربشن، ودي طبعا حاجه يمكن الناس كانوا شايفينها مطلعين عليها بيعرفوها. يعني اي سوداني عارف انه في الفتره بتاعت ال 30 سنه اللي فاتت مستوى الفساد وصل لياته مرحله، وكل الناس عارفين انه في ال 30 سنه اللي فاتت مستوى ضعف مؤسسات الدوله نفسها كان وصل لياته مرحله. يمكن السودان اصلا متدهور منذ الاستقلال، ولكن لا يمكن انه احنا نقدر نتجاوز، وحتى الداتا الان ورتنا انه الفتره بتاعت انه ديفينتلي البترول بشكل او باخر عمق من هذه الازمه اللي اصلا كانت موجوده، وادى الى استشراء نتيجه للصراع على الرنت اللي هو احنا انا تكلمت عنه في مقالات كثيره، لانه انكريز الباتروناج اللي هي المحسوبيه والرنت سيكينج بيهيفير، دي في وجهه نظري انا. ليه الباتروناج المحسوبيه والصراع على الريع؟ ليه صراع على الريع؟ لانه السودان منذ انفصال منذ استقلاله في ستينيات او سنه 56، يعني في الستينيات في بدايه الستينيات كان الاقتصاد دوينج فيري ويل، يعني يمكن لحد سنه 65 67 كانت السنوات الذهبيه بالنسبه للاقتصاد السوداني، لكن الجي دي بي او الناتج الاجمالي المحلي اللي هو الويلث بتاعتنا احنا كسودانيين ابتدى يحصل لها تاكل او تعريه اوفر تايم، وبوجود النظام الريعي كل ما بيحصل نقص في الناتج الاجمالي المحلي او الثروه السودانيه بيزيد تنافس اصحاب المصالح على الريع اللي بقى محدود. يعني زمان كانت الثروه كبيره ما في مشكله، الناس ممكن يتصارعوا ويتقاسموها، الان كل مره بيدخل طرف جديد، يعني دوله جنوب السودان، بعدين اندلعت الصراعات المسلحه في دارفور، وده كله صراع في اساسه مش بس على الصراع، انا بشوفه اقتصادي في الاساس، هو صراع على الريع بتاع الدوله المحدود، وطبعا بالتاكيد لازم ياخذ واجهه سياسيه، لانه انت بعد ما بتضع يدك على الريع ده لازم من قوه سياسيه ونفوذ باور تبروتكت نصيبك، يعني انت ما ممكن تمسك نصيبك من الدوله من غير ما يكون عندك قوه تحمي هذا النصيب، وده احنا شفناه حتى هسه حاليا في الدعم السريع. يعني الدعم السريع فجاه تحول من انه هو مؤسسه اتعملت لحمايه نظام معين، لانها بعد اتفاقيه الوثيقه الدستوريه دي جاء واخذ منصب في الدوله، وده حاجه غريبه جدا جدا انها تحصل، يعني انه قائد بتاع ميليشيا يجي ياخذ
مواقع دستورية في الدولة بالتعيين أو باتفاقيات بأي حاجة. دي كانت ده تمظهر لأنه تدهور الدولة الريعية في السودان وصل لهذه المرحلة. لكن من البرسبكتيف بتاعه هو شخص واضع يده على جزء كبير من ريع الدولة السودانية، عشان يحمي الريع ده لابد أنه يكون عنده نفوذ، عشان هو يحمي الريع بتاعه أو نصيبه ده كدعم سريع لابد من أنه يكون عنده نفوذ في الدولة. ما ممكن يكون شايل له جزء من الريع وقاعد ما عنده نفوذ. فهو عشان كده هي القضية مشتبكة ولا يمكن فصلها من بعضها البعض، وكذلك لكل أطراف دولة المصالح الثانية اللي هم كبار موظفي الدولة، المؤسسة العسكرية، كل الأحزاب والبيوتات الكبيرة، دول كلهم contested يتصارعون في الأصل على ريع الدولة السودانية الذي أصبح لا يكفي، ما بيكفيهم هم ذاتهم ناهيك أنه يفضل منه حاجات لبقية عموم الشعب السوداني. فعشان كده الصراع الآن بنشوفه أنه أصبح أكثر ضراوة وبقى مهدد وجودي للسودان الآن، لأنه بقى ما في حاجة تكفي تغطي الحركات المسلحة الجاب دخلت وقعدت عاوزة جزء من الريع ده، وزي ما كلنا عارفين التريجري فاضية ما في حاجة في خزينة الدولة، ديل كلهم عاوزين أنصبتهم. تجلت القصة بتاعت الصراع على الريع ده في أبهى صورة لما وزير المالية الحالي ذكر قال إحنا ما جينا مسكنا الوزارة دي عشان أسباب سياسية، ولكن عشان نحافظ على نتأكد من إنه نصيبنا في اتفاقية جوبا حيصلنا. فده ده ده مانيفستيشن، ده كده تصريح كامل بإنه أنا باخذ المنصب عشان أحافظ على نصيبي من الريع. وده نحن بننظر له نظرة ساينتيفيك إنه هو تمظهر لاحتدام الصراع على الريع. طيب الحاجة برضو المهمة الثانية إنه ساوث السودان الانفصال ليس حلا، لأنه كل أمراض الدولة الأم انتقلت زي ما إحنا شفنا عبر الداتا كوبي بيست وخلقت لنا ريبليكا أو نسخة أخرى من السودان أصغر حجما، ولكنها بذات الأمراض، الفساد، الاعتماد على سلة محدودة من الصادرات، انخفاض في اللونج ران في الجي دي بي اللي هو أنا بقصد به شنو، إنه ما يمكن أن يكون عليه الناتج الإجمالي المحلي مقارنة بما هو كائن. يعني إذا الجي دي بي بتاع ساوث السودان بينمو مثلا بمعدل 3% في الواقع هو كان ممكن كانت في possibility إنه ينمو بخمسة أو 6%. فكونك تنمو بمعدل في المدى الزمن الطويل أقل من حدود إمكانياتك كدولة، ده ما حتى لو هو نمو positive ما بيعتبر حاجة إيجابية. والحاجة الثانية ورثة الكوربشن الباد انستتيوشنز، إذا المطالبات بانفصال بقية يعني أجزاء من السودان مثلا الشرق أو الغرب أو أي جزء آخر من السودان لن يمثل حلا للأزمة، لأن الدولة اللي حتنفصل دي هي حتنقل معاها ذات الإشكالات وحتكون حتخلق للسودان المتبقي أزمة على حدوده الغربية أو الشرقية، وفي نفس الوقت هي نفسها لم تنعم بالاستقرار ولا بالازدهار الاقتصادي، وإنما ستنتقل إليها ذات الأمراض. طيب معلش دكتورة على المقاطعة، بس باقي 5 minutes لزمن البرزنتيشن. أنا خلاص تقريبا خلاص. طيب بس في البوليسي ريكومنديشن طبعا يعني إحنا بنقول إنه لابد من إنه to adopt policies تنقل الاقتصاد السوداني من الحالة بتاعت الاقتصاد الريعي دي، وده ما قرار اقتصاد بس العملية بتاعت إنه إحنا ننتقل من اقتصاد ريعي لصناعي. أنا ما بنظر له إنه هو قرار اقتصادي بحت، هو قرار اقتصادي سياسي. لابد أن يعي برضو السياسيين إنه النموذج الريعي اللي هو بيصب في مصلحة أطراف دولة المصالح المسيطرة على الاقتصاد السوداني من 60 سنة لم يعد يعمل. النموذج ده الآن came to an end، يعني dead point، ولا يمكن إنه يستمر. نحن بنحتاج إلى اقتصاد، تركيبة اقتصادية جديدة تتيح لبقية الشعب السوداني إنه هو يصل للريسورسز، للموارد بتاعته. أنا بفتكر إنه أغلبية الشعب السوداني ما زال بعيداً من الوصول للموارد بتاعته عشان يقدر يستثمرها. عشان كده إحنا بنلاحظ إنه عندنا 70% من الأراضي، المساحات الزراعية حتى المطرية، أنا أصلاً ما بتكلم عن أي مساحات زراعية محتاجة كهرباء أو جازلين أو تراكترز حديثة أو إكويبمنتس، حتى المساحات المطرية نفسها في السودان هي 70% منها خارج الخدمة، يعني ما مستغلة. ده ليه؟ لأنه الوصول للتمويل والوصول، يعني أنت مثلا تمشي عايز تعمل مشروع زراعي وأنت شخصي مثلا سوداني عادي، الوصول لتمويل نفسه فيه أزمة إذا أنت ما كنت من أطراف المجموعات المتحكمة في الاقتصاد السوداني من 60 سنة. فالمجموعات فك الاحتكارات
إتاحة الفرصة للسمول بيزنسز والاستثمارات المتوسطة إنها تحصل على تمويل يمكنها من استثمار موارد السودان في القطاع الصناعي والزراعي. يعني إحنا ممكن نبدأ بخطة إنها تكون بداية بالزراعة، ثم الصناعات المبنية على الزراعة، وبعد كده ننطلق في تطوير القطاع المانيفاكتشرينج. هتحصل العملية دي بشكل طبيعي جدا، يعني بمجرد ما أنت بدأت في نشاط زراعي وايد ضخم جدا، تستغل اكثر من 80% من المساحات الزراعيه الافضل في السودان، بعد شويه تلقائيا وتكون الزراعه دي انتجريتد لمانيوفاكشر، لصناعات مرتبطه بالزراعه. الصناعه الزراعيه دي بنفسها هي هتطور بعد شويه ما يعرف بالصناعات الثقيله، ودي خطه طبعا نتكلم فيها طويله المدى، لكن الليله وي هاف تو ديسايد اباوت ات توداي، اذروايز احنا ما حنمرق من النفق ده. وحتى بالنسبه للرساله دي برضو انا بوجهها لذات المجموعات المصلحيه المسيطره على الاقتصاد السوداني على مدار 60 سنه، انه اوريدي خلاص حصلت تعريه تامه للدخل بتاع السودان للجي دي بي، فما بعد شويه الصراع بيناتكم ده حيحتدم اكثر واكثر، وحيصل الى صور دمويه، لانه لم يعد هنالك ما يكفي لهذا الاقتسام زي ما كان زمان. فبالتالي نحن محتاجين الان ندخل في عمليه بتاعت انتنسيف جروث، نضاعف الجي دي بي بتاعنا. الاقتصاد السوداني اذا نما فقط بمعدل 3% حيتضاعف الناتج الاجمالي المحلي بتاعنا في العشر سنوات القادمه، يعني الناتج الاجمالي المحلي بتاع اليوم سيحقق الضعف اذا نمينا فقط بمعدل 3%، ومعدل 3% ده المعدل الطبيعي. انت ممكن تو اتشيف عادي 5 6 لحد 8% في كبستي للكلام ده، لكن اذا بس حققنا معدلات النمو الطبيعي اللي هو 3% اللي هي بتكون اعلى ب 1% من معدل النمو السكاني اللي هو 2%، وحنضاعف ديفينتلي الناتج الاجمالي المحلي بتاعنا في العشر سنوات التاليه. التنوع بتاع الصادرات حاجه مهمه لسبب بسيط، لحاجه اساسيه غير طبعا قصه الدولار وما الدولار، اللي هو بيخليك ما فولنيربل للصدمات الخارجيه. الصدمات الخارجيه معناها شو؟ معناها انه انت تنتج سلع اسعارها بتتحدد في الانترناشونال ماركتس، بالتالي اي تقلبات في الاسعار دي بتنعكس على اقتصادك. كيف بتنعكس؟ بتخلق حاجه بيسموها الانسرتينتي عن الدخل، يعني انا ما عارف سلعتي دي الليله في السوق هتتباع بكم، سي الذهب سي مثلا، حتى الكروبس حقتنا دي كلها اسعارها بتطلع وبتنزل، فمثلا انا ما بقدر اعرف، ما بيكون على، عشان كده هسه في السودان ما قادرين احنا نخط هنا ساوند ماكرو ايكونوميك بوليسي. الناس دايما بتقول لك why haven't you seen it coming، يعني ليه انت ما كنت شايف انه الدولار ده حينخفض، ليه انت ما كنت متوقع. التوقع في الاقتصاد السوداني بالنسبه للاقتصاديين صعب جدا، حتى العاملين في المؤسسات المعنيه بالسياسات الماليه والنقديه، انا بعلم انه التنبؤ في الاقتصاد السوداني صعب جدا، لانه هو معتمد على سله محدوده من الصادرات، والسله دي اسعارها عرضه للصدمات الخارجيه. فبالتالي التنبؤ في اداره اقتصاد تحت ظل عدم التنبؤ دي عمليه شديده الصعوبه، بتؤدي لانه دائما الماكرو ايكونوميك بوليسي سواء كانت مونيتري ولا فيزيكال بمعنى انها ماليه او نقديه، دائما بتكون معموله في فضاء غير عدم التاكد، بالتالي ما بتكون ساوند، ما بتكون قويه زي الاقتصادات المعتمده على سلع اسعارها مضمونه واقل عرضه للصدمات الخارجيه. بالنسبه للفساد والحوكمه دي كريتيكال، دي مساله يعني غاية في الأهمية، يعني لابد من أنه الانستيتيوشنال كواليتي بتاعت السودان تتحسن بشكل عالي. لازم يكون في جزء من ميزانية الدولة مخصص لبرنامج إعادة الإصلاح بتاع مؤسسات الدولة لتقويتها، لتزويدها بالأساليب المتطورة الحديثة، يعني تحديث الخدمة المدنية في السودان وتزويد العاملين فيها بأنهم يكونوا up to date بالسكيلز بتاعت العاملين في كل الدول الأخرى، بمعنى إنك أنت تتحصل على الخدمات بتاعتك بسهولة ويسر، وديوان الدولة يكون ماشي بطريقة سموث. ومحاصرة طبعا الفساد دي حاجة طبعا كلنا عارفين مدى أهميتها، وخاصة الببليك سيكتور اللي هو الأوفيشالز، في فساد الموظفين في أعلى هيكل الدولة وصغار الموظفين. وأنا بقيف هنا، يعني شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا لك دكتورة سبنا على المعلومات الوفيرة والقيمة جدا. بنذكر الناس اللي انضموا لنا مؤخرا انه دكتورة سبنا اليوم استعرضت لنا ورقة المنشورة حديثا، اللي هي بعنوان السودان وجنوب السودان بعد الانفصال، دراسة مقارنة للأداء الاقتصادي وتنويع الصادرات والمؤسسات، وهي اتنشرت في Journal of Asian and African Studies. إذا في أي شخص من الموجودين معنا عبر الزوم أو الفيسبوك عنده سؤال
تفضل اكتبوا لنا في الشات بوكس هنا أو في التعليقات في الفيسبوك. ممكن ترابط نقول إنه الورقة ركزت على إنه هل انفصال السودان وجنوب السودان خلق مشكلة جديدة، يعني بدلاً عن إنه إحنا كان عندنا دولة بتعاني من مشاكل هيكلية تؤدي لإنه أصبحت في دولتين بيعانوا من نفس المشاكل. الورقة هي ديسكريبتيف، يعني اعتمد على التحليل الوصفي بصورة كبيرة، ما كان فيها عملية بتاع الدراسة لأنه هل في علاقة سببية أم لا، لكن الدكتورة عندها ورقة لاحقة كانت تناولت فيها العلاقة السببية، وإحنا إن شاء الله حنحاول إنه تقدم لنا كمان بإذن الله. وهي كذلك بتدعو من خلال الورقة دي الأشخاص المهتمين الاقتصاديين إنه والعاوزين إنه هم تستدي العلاقة السببية لمزيد من البحوث التحليلية، وعندنا ورقتين جاهزات ممكن إنه يتم الاعتماد عليهم اللي هم أوراق دكتورة سبنا. السؤال الأساسي إنه كيف الـ transfer of oil اللي حصل بعد انفصال السودان وجنوب السودان أثر على اقتصاد البلدين in terms of الأداء الاقتصادي اللي هو GDP، وكذلك تنويع الصادرات الـ export diversification والمؤسسات. وهنا دكتورة ركزت لنا على الفساد وسيادة القانون اللي هو rule of law، واعتمدت على الـ VDAM data اللي أنا شخصياً أول مرة أسمع بها. فعادة أنا لما يعني لما أركز على الـ governance بشوف الـ world governance indicators من World Bank. فشكرا لك، انا وضعت الرابط بتاع الموقع هنا في الزوم وبرضه في الفيسبوك للمهتمين والعاوزين ان هم يشوفوا الداتا دي ويطلعوا عليها. طيب بالنسبه للاسئله اللي جاتنا سو فار، انا تقريبا احسن اديك لها كلها مره واحده وبعدين تجاوبي صح. طيب أيوة. عندنا سؤال اول عن انه هل الورقه كلها قايمه على فكره انه النفط هو المسبب الرئيسي والاساسي للفساد، أو مش المسبب الرئيسي والأساسي، واحد من المسببات للفساد وعدم تنوع الصادرات؟ يعني هل الورقة دي جاية من الأسامشن ده وبناء عليه الدراسة هي تم وضعها؟ الحاجة الثانية، أنت ذكرتي أثناء البرزنتيشن إنه اقتصاد البلدين حاليا قائم على القطاع الخدمي اللي هو السيرفيسز، ودي مشكلة للاقتصاد، لكن ما وضحتي لنا ليه إذا في اقتصاد قائم على قطاع الخدمات دي تعتبر مشكلة. في سؤال برضو عن إنه هل تفوق جنوب السودان في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتيها، أو إنه هو قد يكون وضعه أحسن في أشياء، ده عنده علاقة بالسانكشنز إنه إحنا في السودان كان لسه عندنا اللي هي العقوبات الأمريكية، أو يعني ممكن نصيغ السؤال بطريقة تانية، إنه وجود السانكشن في السودان وعدم وجوده في جنوب السودان هل برضو عنده تأثير على الثلاثة فاكتورز اللي أنت اعتمدتي عليهم اللي هم تنوع الصادرات والأداء الاقتصادي والمؤسسات بتاعت الدولة؟ والسؤال الأخير ده مني أنا، الفرق شنو بين الورد بانك داتا اللي هي الجوفرنس انديكيتورز والفي دام داتا؟ هل لأنه مثلا واحدة من الحاجات اللي استعرضتها هي الببليك سيكتور كوربشن، في حين إنه لو رجعنا للورد جوفرنس انديكيتور بنلقى كوربشن ان جنرال او كنترول اوف كوربشن. فهو الفرق بينهم شنو؟ كيف انه هل عملت اي مقارنه بين التو داتا سيتس ولقيتي في كوريليشن بينهم، او الموضوع يعني او في ارتباط بينهم او الموضوع مختلف؟ عندنا زي 10 15 دقيقه، بنكون شاكرين لك اذا قدرتي تورينا رايك في الاسئله دي. والناس الموجودين ستيل اذا عندكم اسئله اكتبوها لنا وحنوجهها للدكتوره. شكرا. طيب السؤال الأول إذا أنا ذكرته كويس، هل الورقة تركز على تنوع الصادرات مشكلة؟ هل النفط الورقة أيوة النفط ركز. طيب بالنسبة للسؤال ده، النفط هو التريجر، لأنه هو أصلاً كمان نفط، يعني من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاقتصادية البحتة، أكثر إمباكت اقتصادي لانفصال الجنوب على الدولتين هو انتقال إيرادات النفط من الشمال للجنوب. هو التريجر احنا بنسميه في الاقتصاد، لانه انا برضو عندي ورقه مفروض تطلع بعد شويه، بعد فتره يعني ريفيجن، انه انت بتحتاج انفليكشن بوينت، او بتحتاج اللحظه بتعمل تريجرنج لنيو بوليسي، لنيو سيتويشن، لنيو ايكونوميك سيتويشن. يعني مثلا في دراسه كانت اتعملت لاثر في الولايات المتحده الامريكيه، لأثر في ولاية كاليفورنيا، قاموا منعوا التدخين بشكل عام، إنه تم تجريم التدخين. فالناس بقت فاتعملت دراسة إنه دايرين نشوف إنه مثلا اللحظة بتاع سنة 1998 فيما أذكر، لما الحكومة فرضت البوليسي دي،
في اللحظة التاريخية المعينة دي لما حصل الشوك ده أو التريجر ده، كيف كان الاقتصاد في الستيت بتاعت كاليفورنيا بالمقارنة مع الستيت الثانية اللي استمرت في إنه البيع والشراء والتداول في التوباكو عادي، كيف حصل ديفرنس في الاثنين من ناحية مثلا الأثر على الجي دي بي بتاع الستيت على الانيمبلويمنت. فأنت بتحتاج لتريجر بوينت بيسموها، فالتريجر بوينت الاقتصادي، يعني أنت كاقتصادي جاي تدرس تطور الهدف الأساسي ما هو التركيز على النفط وأثره، لكن أنا عاوز أشوف كيف تطور الاقتصادين بعد الانفصال، فعاوز علي تريجر بوينت. التريجر بوينت دي من الناحية الاقتصادية هي انتقال وعائدات النفط أو الأويل رينز من شمال السودان لجنوب السودان، فده السبب يعني. لكن أنا ما هنا ما خلقت علاقة سببية، أنا ما قلت، لأنه أنا بس حاولت أشوف الداتا عاملة كيف. الداتا هي تيلينج مي، ذا داتا از تيلينج مي وات از جوينج اون في الجي دي بي. الداتا هي اللي بتوريني اللي قاعد حصل شنو في الانستتيوشنز، الداتا هي اللي ورتني اللي حصل شنو في الاكسبورت دايفرسيفيكيشن. ليه انا ركزت على الثلاثه ديل؟ لانه ديل الاكثر ارتباطا اصلا بقضيه النفط، يعني ديل اكثر حاجات ممكن النفط ياثر فيهن. ما هو حصل انتقال للريزيرف، احنا عارفين انه النفط بيسيء او عنده علاقه سببيه سلبيه مع تنوع الصادر، وعنده علاقه سلبيه مع الكوربشن مع الانستتيوشنز بصفه عامه، لانه بيزيد الكوربشن وبيسوء من مستوى المؤسسيه في الدوله. والنفط عنده علاقه طبعا سلبيه زي ما معروفه في اسمها شو دي، المرض الهولندي المشهور بالمرض الهولندي على الجي دي بي. ده السبب بتاعي اللي انا كباحث اخترت الثلاثه دي، لانه انا التريجر بوينت بتاعتي هي انفصال الجنوب، في انفصال الجنوب هي النفط. ليه النفط؟ لانه ده اكبر اثر اقتصادي حصل نتيجه للانفصال. كان ممكن مثلا لو ما عندنا نفط كان ممكن يكون مثلا الاراضي الزراعيه، الرعي، الثروه الحيوانيه، اي حاجه، لكن الاكبر مؤثر كان على الاقتصاد في يونايتد سودان هو النفط، لانه احنا كنا معتمدين عليه بنسبه 98% كايراد لخزينه الدوله، وصادر صادرات بتاعتنا يعني اكثر من 90% من صادراتنا عباره عن نفط يعني. فعشان كده ده السبب يعني، مش لانه انا معنيه يعني باثر النفط بين الاثنين يعني. طيب السؤال الثاني لو معلش ذكرتيني به. تمام، السؤال الثاني، ليه الاعتماد على الخدمات ممكن يكون مشكلة لاقتصاد بلد ما إذا كان القطاع الخدمي هو الجزء الأكبر من الجي دي بي؟ طيب again، لأنه هو مش الاعتماد عليه. أولا القطاع الخدمي طبعا بينتج لنا حاجة يسموها نون تريدبلز. القطاع الخدمي بيتكون من شنو؟ من الاتصالات، مين لي الحياة الأساسية في الاتصالات، السياحة والريستورانت والمطاعم والحاجات دي، بالاضافه لشنو؟ للبناء الكونستراكشن. ما في زول بيقدر انه هو يصدر بيت يعني، ما في زول ممكن يصدر ريستورانت، ما في يعني. طبيعه الصناعات الخدميه احنا في الاقتصاد بنسميها او انتاج القطاع الخدمي بنسميه نون تريدبلز، يعني سلع غير قابله للتريدنج. لما يتمدد النون تريدبل سيكتور على التريدبل، التريدبل هي السلع القابله للتداول مع الخارج اللي هي السلع بتجيب الدولار يعني الصادرات. فلما يتمدد القطاع البينتج نون تريدبلز على حساب القطاع البينتج تريدبلز، انت هنا بيكون عندك ازمه اقتصاديه حقيقيه، لانه انت كده القطاع بتاعك اللي بيجيب لك دولار او بيجيب لك عائدات من الهارد كرنسي بقى ضعيف، اللي هو مثلا زي القطاع الزراعي زي ما شفنا، والقطاع الصناعي اللي هو طبعا بيمثل في الدولتين النفط، وافتكر حتى الذهب الان بقى يعتبر جزء من القطاع الصناعي، لان صناعه بيسموها الصناعات التعدينيه، وزمان كانوا بيسموها الصناعات البتروليه. انا شخصيا بشوف انها ما مفروض تو بي كلاسيفايد اندر الاندستريال، او تكون اندستريال سيكتور، لكن شنو يكون في حاجه اسمها مانيوفاكتشرنج سيكتور عشان يعكس لنا تحديدا التصنيع. تصنيع يعني انتاج سلع صناعيه، صناع فيها قيمه مضافه يعني، عشان نفرز بين الاثنين، لانه الان هم خاتينهم في بول واحده. القطاع طبعا بتاع المانيوفاكتشرنج اعتقد في متوسطه ما قاعد يتجاوز ال 3% في الاقتصاد السوداني في خلال ال 60 سنه كلها يعني. متوسط ال 3% ده احنا ما تجاوزنا وما عندنا صناعات يعني. لكن حصل له انفليشن بتلقيه مثلا في فتره التسعينات ولحد قبل الانفصال زي وصل لحد مرحله 20%، لكن دي انتفخت بالنفط، ما زياده في المانيوفاكتشر في التصنيع، وانما زياده في لاننا توسعنا في انتاج النفط في الفتره ديك يعني. فده زائد القطاع الزراعي، ديل الاثنين، القطاع الصناعي زائد الزراعي، ديل بينتج سلع تريدبلز
ممكن نتداولها مع العالم الخارجي وتجيب لنا عملة صعبة. العملة الصعبة طبعا بتساهم في استقرار عملتنا، العملة الصعبة بتخط احتياطي في البنك المركزي، بنشتري بها الواردات بتاعتنا، والمهم كل الميزات وبتساهم في الماكرو ايكونوميك ستابيليتي. وده اصلا الهدف كله من الاقتصاد، انك تبيع سلع زي ما انا قلت تجيب لك دولار اكثر من الدولار اللي انت بتطلعه من اقتصادك عشان تجيب احتياجاتك كاقتصاد. فلما القطاعين دول يضعفن وينمو القطاع الخدمي، وطبعا دي برضو عندها اسباب لا يتسع الوقت، لانه انا اقول ليه نون تريدبل، وده واحد من المرض الهولندي، يعني انه بتنمو القطاع لانه المزارع، ودي حصلت في السودان كلنا عارفينها، المواطن العادي عارفه انه المزارعين في الجزيره او في اي حته خلوا الزراعه، والشباب يعني، وفي كل مناطق الريف السوداني، وجو وين؟ جو الخرطوم يشتروا امجاد او حافله الروزه دي، بيجوا يسوقوها في الشارع، او عملوا ستات الشاي ديل كده مكان يبيعوا فيه الشاي والقهوه، او كده اول زول مثلا الوضع احسن شويه فتح له مكتب يقول لك بتاع عقارات، بقى سمسار بتاع عقارات او ايجنت. دي كلها تمظهر لشنو؟ نتيجه للنفط طبعا، لان دي يعني ازدهرت الاتصالات والريستورانتس اللي هي الخدمات الفندقيه والسياحيه والخدمات. القطاع الخدمي دائما مرتبط بالنفط، يعني هو ذاته القطاع الخدمي انما في الدولتين للاسف هو مرتبط بالصناعه النفطيه نفسها. فعشان كده بتلقى انه الحاجه دي ازدهرت، يعني تقريبا معدل نمو القطاع الخدمي وصل 10% وبراو في الفتره دي، على حساب القطاعات الثانيه اللي هي بتنتج تريدبلز او سلع قابله للتصدير بتجيب لنا عمله حره. لكن الصناعات اللي بينتجها القطاع الخدمي ما بتجيب لنا عمله حره لانه بتتداول داخل الدوله نفسها. عشان كده مثلا هسه بتلقى في حاجات غريبه بتحصل، زول يقول لك انا بيتي ده بالدولار. ما المفروض انت تسعر بيتك بالدولار، لانه انت بيتك ده ما بتقدر تبيعه تتداوله بالدولار. دي برضه من مظاهر الناس بيتكلموا ليه العقار في السودان ارتفع، لانه ده تمظهر لضعف مؤسسيه الدوله. انت بتمشي تشتري من زول بيته بيقول لك انا بيتي ده بكده دولار، وده طبعا يجرم في اي دوله تانية، لانه انت بيتك ده ما بتقدر تصدره تاخده في تشيل بيتك كده تاخده في طياره او تاخده في سفينه وتشيله تبيعه مثلا في مصر او تبيعه في لندن عشان يجيب لك دولار، او في امريكا. دي سلعه بتعمل في السودان ويتم تداولها داخل السودان، المفروض تقيم بالعمله السودانيه. فالكلام بتاع الاراضي في السودان والبيوت برضه هنا، بس يعني بستبيح الفرصه اني اقول الكلام ده، تسعر بالدولار، ده تمظهر لانه الدوله ما عندها سيطره على الاقتصاد بتاعها. يعني دي ما عندها علاقه بتحرير السوق وما تحرير السوق، دي ضوابط المفروض الدوله تكون واضعاها، يعني انه ما في زول يسعر بيته بالدولار لانه دي نون تريدبل سلعه. يعني ممكن اي مثلا بتاع السمسم ده يبيع عليه السمسم ممكن يقول لك اي بالدولار، لانه سلعته دي او الفول السوداني سلعته دي هو فعلا ممكن يبيعها بالدولار. لكن ايه، لكن النون تريدبلز الخدمات دي كلها لا يتم، ودي المشكله هنا. يعني ده ليه؟ انه تمدد القطاع الخدمي على حساب القطاعات الاخرى يعتبر القطاعات التريدبل يعتبر يعني حاجه مشكلة. سيئه للاقتصاد. يعني السؤال التالي عن موضوع تأثير العقوبات على أداء الاقتصاد في بتاع السودان وجنوب السودان. يلا، هو جنوب السودان الان ما عنده ميزه عن السودان في حاجه، بالعكس يا يعني المؤشرات اللي انا وريتها يمكن هم الناس الما اقتصاديين الكيرفز والحاجات دي بالنسبه لهم شويه يعني صعب انهم هم تو اندرستاند، لكن الكيرفز اللي انا وريتها دي بتوري انه جنوب السودان هو أسوأ من السودان في كل حاجه منذ الانفصال. ليه أسوأ من السودان؟ مش عشان السودان ماشي احسن، لكن عشان السودان طبعا الدوله الام وعندها بيز من يعني من المؤسسيه والانستتيوشنز والسكيلد ليبرز وحاجات كثيره متفوقه فيها اصلا على الدوله الوليده. ولكن جنوب السودان طبعا معدلات النمو بتاعته اعلى من السودان، لكن اجين دي ما المعدلات المفترض كانت تكون للاقتصاد بتاع جنوب السودان. وما قاعد ينمو بالفول كاباسيتي، هو بينمو بالمعدل الناتشورال الطبيعي اللي ممكن لو ما عملوا اي حاجه ينمو به. وده سببه الجوهري انه هو يعني اقتصاد زي ما انه الترانسفير بتاع الاويل ريزيرفز، يعني لانه النفط مشى عليهم، فهم النفط داعم العمله نوعا ما بتاعتهم ومديهم معدله النمو الطبيعي مش معدله النمو بالفول كاباسيتي اللي هي المفروض اي اقتصاد يتطلع عليها يعني. فلكن ابارت فروم ذات، بعيدا عن كده، جنوب السودان هو بالعكس، هي الدراسه دي ورت انه يعني هو اتخلقت نفس الازمات الموجوده في السودان هي موجوده في جنوب السودان يعني. أو طيب ممكن نقول إنه حتى موضوع العقوبات هم ما
ما استفادوا منه يعني، او ما كان ما فرقوا ادائهم الاقتصادي من السودان رغم انه هم ما عليهم عقوبات، فبالتالي هو ما كان بالنسبه لهم يعني حاجه ادفانتج هم انهم يعني. بالمناسبة عليهم عقوبات، هم عليهم عقوبات بعد الكونفليكت بتاع 2012. في 2012 هم ما اصطرعوا مع بعض، وأدى ده إلى توقف إنتاج النفط، وحصلت حرب يعني، واضطروا ياخدوا طبعا، لأنه الإنتاج بتاع النفط ما رجع للمعدل اللي هو لما انفصل الجنوب كانوا بينتجوا حوالي 500 ألف برميل حسب ما إحنا سلمناهم يعني. بعد كده حصل انخفاض، حصل شت داون، توقف. لما يحصل شت داون في آبار النفط من الصعب جدا إنك أنت ترجع للبريشر الاول، لمعدل الانتاج الاول. الان هم بينتجوا باقل بكثير من المعدل اللي كان ممكن يكونوا منتجين له يعني. فعشان كده اضطروا شنو تو بريدج ذا جاب، بينهم اول حاجه اخذوا قروض كبيره جدا جدا من صندوق النقد الدولي، فبالتالي الدين الخارجي بتاعهم ارتفع، ودي مشكله حتكون حتصاحبهم، زي حتكون لهم انا this is what I'm expecting يعني، انه ديونهم دي حتتضخم وتتضخم ككره الثلج زي الديون السودانيه، لانه لا ارى في الافق انه دوله جنوب السودان عندها اي مقدره على انها هي تسد يعني، تمشي في اتجاه اقتصادي يسمح بنمو اقتصادي يكفي لسد هذه الديون، حتزيل الانترست بتاعتها وكذا. لكن هم عليهم برضو اتفرضت عليهم في الفتره دي نوع من العقوبات، صحيح ما أخف. بنفس حجم العقوبات بتاعتنا، لكن اتفرضت عقوبات على الآن جنوب السودان، في نوع من العقوبات مفروضة عليهم. تمام. طيب بالنسبة لسؤال الداتا، الفرق شنو بين الـ World Governance Indicators Data والـ VDAM Data؟ الفيدم داتا بتديك الداتا من 1800 لأي دولة including السودان يعني. هم طبعا السودان انفصل واصبح كدوله يعني، او لما تعاين مثلا في الويرلد بانك داتا كلها بصفه عامه انكلودنج الجفرنس انديكيتور بتاعتهم دي، انا شفتها بالمناسبه برضو. لكن انا اللي عجبني في الفيدم داتا دي ان هي مدياك الباترن لفتره مده زمنيه طويله جدا يعني. انت مثلا لو داير الليله تدرس الانستتيوشنز العهد التركي في السودان هتلقي داتا في الفيدم داتا. طبعا هل ده backward forecasting؟ هي predictions؟ باكورد فوركاستنج هي الداتا الضخمه، هو بروجكت عادي كده الناس اشتغلوا عليه يعني، يعني it is a project. الويرلد بانك بتديكي من 1960 معروفه كل الداتا بتاعته، ما بيديكي ابعد من كده. الحاجه الثانيه، ما الناس الويرلد بانك عندهم عيب ثاني، انه لما انفصل الجنوب ما ادونا داتا لساوث السودان والسودان. يعني احنا كنا متوقعين انه هم يعملوا يعني يشتغلوا شوية يجتهدوا يعني، يقوموا يحاولوا يعملوا بروجكشن لأنه السودان وجنوب السودان يعني، يكون عندي الداتا للاثنين من 1960 وانت ماشي. فهسه انت بتلقي الكلام ده ما حصل. أيوة ما حصل، بتلقي بس انه الداتا من الف من الف من 2011 ده ساوث السودان، قبل كده ما في يعني. وانا تواصلت معاهم وقالوا انه لا هم ما عندهم الحاجه دي بس الداتا الموجوده في موقعهم. فديك مور كفرج مور اكيورسي اي جيس. حتى افتكر انه ما كل الانديكيتور، طبعا الانديكيتور بتاعت الانستتيوشنز دي ضخمه، بتلاقي انه السله في السله بتاعت الانديكيتورز دي في الويرلد جفرمنت جفرنس انديكيتورز حقت الويرلد بانك محدوده، لكن في الفيدم داتا في عدد لا محدود، لا محدود من الانستتيوشنال والديموكراسي داتا والكوربشن داتا، يعني عدد كبير جدا بيتيح لك مئات، حتى انت ممكن تخلط اثنين مع بعض يعني. فيها انا يعني كل الناس بالذات في الحو في عندهم بعض الماكرو ايكونوميك برضه انديكيتورز، لكن الميجر تضخم ان امبلويمنت حاجات زي دي، لكن الويرلد بانك طبعا بيكون احسن when it comes to macro economic indicators يعني. تمام. شكرا كثير دكتورة. احنا عندنا أسئلة ثانية نحاول نمر عليها خلال 5 دقائق لأنه اوريدي تجاوزنا الزمن. السؤال بيسأل عن معنى أو شرح اقتصاد الريع، ما المقصود به؟ افتكر انه الناس اللي حضروا محاضراتي قبل كده اوريدي عارفين. أنا قلت الكلام ده كثير. الحاجة الثانية انه هل في تقديرات رسمية لإنتاج وصادر الذهب في السودان؟ وبرضه السائل بيقول انه سمعك بتتكلمي في مناسبة اخرى وبنار ثاني عن منظومة الجيش وتحكمه في الاقتصاد، وبتقول انه يجب انه يتم اتباعه لوزارة المالية، وهو بيقول انه بنعلم انه الجيش يعني بياخذ مرتباته اصلا من الماليه، فليه ما يتم الصرف من المنظومات دي؟ انا السؤال الاخير ده ما فهمته، اذا هو ممكن يوضح لنا اكثر. وبرضه بيسال عن انه كنت بتتكلمي عن المساله بتاعت النون تريدبل جودز او يعني الاقتصاد المعتمد على القطاع الخدمي. هو بيقول انه تركيا كمثال اشتغلوا شغل ممتاز جدا في جذب الاستثمارات في المجال والتجربه دي ناجحه، فالفرق شنو مثلا بين الفكره بتاعت
النون تريدبل جودز، وان هنا تركيا قدرت تجي بالاستثمارات برضو في اشياء هي يعني في القطاع تقريبا القطاع بتاع الانفراستراكشر اكثر حاجه. فتفضلي، هي الاسئله مكتوبه في الشات بوكس اذا عاوزه ترجع لها 5 minutes. شكرا. اوكي، ما في مشكله. طيب السؤال الاول، اقتصاد الريع. اقتصاد، اوه يا طيب، اقتصاد الريع ده معناه انك تعتمد على سلعه بتطلع من الارض، بس ده اقتصاد الريع معناه كده، لانه الريع هو ثمن الارض، الارض ما عليها وما فيها. يعني انت مثلا استخرجت نفط، الناتج بتاع النفط بيسموه اويل رنت، ريع النفط كده بالعربي والانجليزي، ريع الذهب، ريع الماس، ريع الزراعه. فاي حاجه صناعه استخراجيه هي مربوطه بالقصه بتاعت الريع دي. الاقتصاد الريعي هو اقتصاد يكون بنسبه اكثر من الريع فيه، الريع هو نسبه الريع ده من الجي دي بي. اي دوله مثلا دوله نفطيه على سبيل المثال الحصري، يعني إذا دولة نفطية ما كان الناتج الإجمالي المحلي بتاعها نسبة الريع فيه 10%، دي دولة ريعية. 10% فما فوق، دي تعتبر دولة ريعية، اقتصاد ريعي. والاقتصاد الريعي طبعا عنده تداعيات، عنده تداعيات اقتصادية، عنده تداعيات سياسية، وعنده تداعيات اجتماعية. أبرز تداعياته الاقتصادية الصراع على الريع، وإنه أنتي بروب كوربشن وانتي ديموكراسي، دي ابرز تداعياته الاقتصاديه والسياسيه. يعني من الناحيه الاقتصاديه، المرض الهولندي بيتسبب في انخفاض معدلات النمو، انتعاش النون تريدبلز على حساب التريدبلز، وضعف القطاع الصناعي الدي اندستريلايزيشن، دي تداعياته الاقتصاديه. تداعياته السياسيه، البعد السياسي بتاعه الرنت سيكينج بيهيفير، اللي هو الصراع على الريع زي ما حاصل في السودان. الحاجة الثانية انه بيكون spread of corruption، انتشار الفساد. والحاجة المهمة الثالثة اللي هي الانتي ديموكراسي، عشان كده انا دائما بقول انه طالما النموذج الاقتصادي في السودان مستمر في الاعتماد على الريع، لن يحدث تحول ديمقراطي في السودان ابدا، ما حيحصل، لأنه الجسد بتاع النموذج الريعي ده ما بيدعم الديمقراطية. الديمقراطية عاوزة الديمقراطية اتولدت من رحم الاقتصاد وليس العكس. يعني لازم الناس تفهم الحكاية دي، دي التراتبية التاريخية. لما أوروبا انتقلت من الملكية وجات لنظام الإقطاع ثم لنظام الاقتصاد الحر أو النظام الرأسمالي، خلينا نقول، أو الثورة الصناعية، أصبح جسد الاقتصاد الإقطاعي يضيق بالنموذج الاقتصادي. يعني النموذج الاقتصادي الجديد اللي اتولد في أوروبا بعد الثورة الصناعية الأولى أصبح لا يحمل الملكية والإقطاعية والسادة والعبيد طبعا هو دي قصة براها، يعني تتحكي إنه العبيد بعد كده تحولوا هم شنو، عمال المصانع. وكارل ماركس كان متوقع إنه عمال المصانع ديل هم اللي حيثوروا ضد الملكية وكده، وحصل إنه المزارعين هم الثاروا في الثورة البلشفية، وده هيستوري. لكن الشاهد من الهيستوري ده كله، النتيجة الخلاصة، إنه النظام الديمقراطي ده جاء عشان يمكن النظام الرأسمالي الحديث من إنه هو تفلوريش، لأنه أصبح النموذج السياسي القديم المنبني على الإقطاع، السيد والشخص اللي بيعمل في الأرض يعني البيزنت بيسموه بلقمته، أصبح ما بيحتمل. وبالذات بعد ما حصلت الثورة الصناعية وقامت المصانع وجات عمالة الأطفال، وجاء إنه العمال كانوا بيشتغلوا أكثر من 10 ساعات في اليوم وما بينوموا، وناس كانت بتموت في المصانع، وبدت بعد الحركات المطلبية بإنه ده كلام ما إنساني، وظهرت النقابات، فأصبح هنالك حراك سياسي استوجب وجود النظام الديمقراطي الجديد. فبالتالي لازم إحنا نفهم في ذهننا إنه النظام الديمقراطي يحتاج إلى نظام اقتصادي معين عشان يثبته، وده السبب اللي ما خلى الديمقراطيات الثلاثة فشلت في السودان، إنها بتقوم على نظام اقتصادي ريعي. يعني بتجي الديمقراطية بالصناديق وحرة ونزيهة وما فيها أي كلام، واحدة من أحسن الديمقراطيات، لكن unfortunately بتسقط again
في براسنا الاوتوكراسي او الشموليه. ليه؟ لانه النظام الريعي يحتاج الى دكتاتوريه، لانه يعتمد على كابشرينج اوف رنت. فلازم احنا الديناميكيه دي نكون فاهمينها وواضحه في ذهننا، انه ما مساله يعني تفصل الاقتصاد كده وتقعد تتكلم عنه كتضخم وجي دي بي، ده كله كلام يعني ما عنده معنى اذا انت هدفك الاساسي انك انت يعني تعمل تحول ديمقراطي وجادي فيه. وعشان كده انا قلت الرساله دي للسياسيين، اذا انت جادي في القصه بتاعت التحول الديمقراطي دي وانه يكون في سستينبل ديموكراسي في السودان، لابد من التخلص من نظام الدوله الريعيه واعاده توزيع الموارد بشكل يتيح لاغلبيه الشعب السوداني التي ظلت بعيده عن مواردها كل السنوات دي من انها هي تستثمر الموارد دي، وندخل في اقتصاد متنوع، اقتصاد اكثر تعقيدا، لا يعتمد على فقط ما ينتج من الارض، ما يزرع في الارض وما يستخرج من الارض. طالما نحن مستمرين في الاعتماد على ما يستخرج من الارض، هيجي زول عنده كلاش وعنده دبابه، هيقول القطعه بتاعت الارض دي حقتي، هيعمل مسح للناس الموجودين فيها، هيستخرج الحاجه الموجوده فيها او يزرع فيها حاجه معينه، هيشيلها ويصدرها وتنمو الثروه بتاعته ويوزع على المحسوبين اللي حواليه، وبهذه الثروه سيتحكم بالقوه في البلاد. وعشان كده هسه الان الكلام ده ما ماثل الان، يعني الان حصل انقلاب وسيصبح انقلابا كاملا دسم، يعني السودان لن يذهب الى تحول ديمقراطي طالما النموذج الريعي مستمر، وما زلت اؤكد ذلك يعني، ودي وجهه نظري يعني. ما لم احنا السودانيين نجلس ونتفق على انهاء هذا النظام الريعي وندخل في عمليه اقتصاديه معقده، ساعتها حيكون عندنا الديمقراطيه حتفرض نفسها فرضا، لانه حتضطر انك تنوع في الاقتصاد، تنوع في المساهمه، تزيد الايديوكيشن، يعني حتصبح الكفاءة هي الأساس في كل شيء، في نجاحك في البيزنس، في حصولك على الوظيفة باي ديفولت، لأنه الاقتصاد المتنوع الدقيق المعقد ما بيحتمل عمال ضعيفين، فبالتالي الباتروناج والمحسوبية حتبقى صعبة، حيبقى صعب إنك أنت تستأمن يعني موظفين غير مؤهلين أو عمال غير مهرة في إنهم ينتجوا سلع بتصدر وتنافس في العالم يعني. ده باختصار يعني. يطول الحديث في انه كيف احنا ممكن نتحول فعلا من فكره اقتصاد الريع للحاجه اللي انت تكلمتي عنها، ابتداء بفكره انه ما نعتمد على ما يخرج من الارض والاكسبورت دايفرسيفيكيشن وكل الاشياء دي. طيب ده بيقودنا للسؤال الثاني اللي هو حاليا زي ما انت يعني وضحتي احنا انتقلنا من النفط للذهب، هل في تقديرات رسميه لانتاج وصادر الذهب من السودان؟ ما في تقديرات طبعا رسميه، وده شيء طبيعي، ما هو ما كانت في تقديرات رسميه لانه احنا انتجنا كم من النفط ولا اتباعت وين ولا بكم. وده بيودينا لحته ثانيه اللي هو طبعا من مظاهر برضو الدول الريعيه انه ما في ترانسبيرنسي. ومش بالمناسبه الذهب والنفط براو، انا متاكده انه تقديرات الصادر السوداني في كل مستوياته ما بتكون معروفه، يعني لانه في جهات معينه هي متحكمه في مجموعات مصلحيه. يعني انت البلد السودان كبلد لما تعاين في حجم البنيان الحاصل فيها بتحس ان البلد دي فيها قروش، لكن الدوله نفسها ما قدرت تضع يدها على القروش دي. ليه؟ لانه lack of transparency. ولو كانت الحكومه جاده حتى الانتقاليه كانت وحكومه حمدوك تحديدا، لكانت دخلت السودان في الانيشيتيفز بتاعت الاكستراكتيف اندستريز ترانسبيرنسي انيشيتيفز دي معروفه، وبيعمل البنك الدولي نفسه اللي هم يعني مع تحفظاتنا نحن، هم قالوا احنا جايبين البنك. طيب البنك الدولي ده ما دخلته في الانيشيتيفز دي ليه؟ لانها بتمس مصالح ناس، لانه من الضروري جدا انه الناس ما يكونوا عارفين السودان بينتج كم من الذهب، لكن دي انيشيتيفز كان المفروض يخش فيها السودان، وكان المفروض تكون في اعلى 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 سلم اولويات الحكومه الانتقاليه. ليه؟ لانه اللي احنا متاكدين منه انه 70% من الصادرات بتاعت السودان هي ذهب. في موقع اسمه على ما اعتقد اسمه Export ما قادرة أتذكر الاسم بتاعه، لكن المهم هو موقع أمريكي، لكن بيوريك بيديك جليمس، يعني ما حيديك أكيوريت. هنا أنا بحاول أشير اللينك بتاعه. هل ده الموقع اللي بيعمل زي تريد ماب كده؟ أيوة. انا عرفته، حفتش وحرسل في الشات بوكس بالضبط كده، بس يعني اعمل عليك الله بكون شاكره. يلا ده بيديك هنت صراحه، انا ما بقدر اقول لك انه الارقام اللي فيه، ولكن الارقام اللي فيه بتوضح انه نحن قاعدين ننتج كميات مهوله من الذهب. بس دي الحياه، اي زول ممكن يدخل يشوف، هو اوبن فري اكسس، يعني ما محتاج انك تكون عندك لايسنس ولا اي حاجه،
لو الدكتوره خدت اللينك اي سوداني يقدر يصليه. ده حيديك تصور عن حجم الذهب اللي قاعد يطلع من السودان. طبعا هم عندهم صور الاقمار الصناعيه وعندهم حاجات كثيره الامريكان دول بيقدروا يرصدوا بها الحاجات ويكونوا يكونوا صوره ما بيكونوا متاكدين تماما منها لكنها بتكون قريبه جدا من الواقع. فالموقع ده بيورينا لما انت تعاين فيه وفي سل بيوريك السودان بيصدر شنو، ولما بتلقى انه صادر الذهب ضخم جدا جدا. فليه ما منعكس الكلام ده على الاقل في استقرار العمله؟ يعني على اقل تقدير نحن عملتنا المفروض تكون مستقره، ده الحد الادنى، خلينا من الرفاه ومن اي حاجه. تقلبات العمله السودانيه دي كلها غير مبرره في دوله بتنتج الحجم ده من الذهب. فده بيوريك برضو الاشكاليه بتاعت الترانسبيرنسي. لكن ادخل الموقع ده لانه بالنسبه لي انا ده افضل موقع ممكن يديك معلومه عن انتاج الذهب في السودان. انا بالظبط هسي انا كده، مشارينج هي بالظبط هنا جولد 45.7 ايوه والكرود بتروليوم برضو ايوه عالي، وعندنا بالظبط هنا كده الاذر اويلي سيدز برضو ممكن تختاروا هنا ويتش اتش اس كود، يعني هنا جايبه لنا اتش اس 4، ممكن اذا عاوز تفصيل اكثر تمشي ل اتش اس 6 اللي هو بوريك ان ديتيلز اكثر، واذا عاوز تفصيل اقل ممكن تشوف اتش اس 2 اللي هو مثلا اتش اس 2 بيجمع الميتالز وبيجمع الجولري والاشياء كلها سوا، فدرجه التفصيل هي بتختلف على حسب الموضوع. ففي كل الاحوال ظاهر عندنا هنا انه الجولد، بس برضو تعليق بسيط على المساله بتاعت هل الداتا دي اكيوريت ولا لا. تقريبا السودان لانه يا اما ما بسلم اساسا الداتا في التايملي المتعلقه بصادراته وارداته، او مشكوك فيها، ففي حاجه بتلجا لها المنظمات مثلا زي الانكتاد اللي هي United Nations Conference on Trade and Development، بيشوفوا الميرور داتا، بيمشوا يشوفوا الدول اللي استوردت من السودان، وعلى ايوه الاساس ده بقوموا بالضبط بيضعوا الداتا دي باعتبار انه هي يعني بحاولوا انهم يتغلبوا على المشكله بتاعت انه ما بكون في يا هو ترانسبيرنسي او تايملي حتى تقديم للداتا دي. والترانسبيرنسي دي اراده سياسيه، دي الحته المهمه اللي انا عاوز اكدها هنا، انه لا توجد اراده سياسيه اصلا لانه تكون في ترانسبيرنسي. والكلام ده طبعا مؤكد في عهد الانقاذ، لانه الانقاذ كانت اوتوكراتيك سيستم وحاكمين كده رجاله، ويعني كده يعني نحن كده والبتاع ده حقنا والبترول بتاعنا ونحن ما بنشارك الاخرين وكده فهمناه. لكن انت لما تيجي في الحكومه الانتقاليه في حاجات اساسيه كان مفترض تعملها. اول حاجه تعرف عندك كم بتصدر كم، يعني دي البيسكس. فانا ام ريزنج ذيس كويستشن، اذا كنت انت جادي في انك تمشي فعلا كنت في اتجاهات بتاعه ديمقراطيه تستوجب الشفافيه في كل نعم شيء، ودي ريع من الارض السودانيه، يعني اللي بيخرج من الارض السودانيه هو ملك لجميع السودانيين. فبالتالي لابد ان يعلم السوداني انه ماذا انتج من الذهب من النفط وتصدر مشى وين، ولما جات العائدات حقته دي انفقت في شنو. لكن اجين لانه احنا دوله ريعيه تتحكم فيها دوله المصالح المتجذره والمجموعات المتحكمه دي، هي ما عاوزه تبقي عامه الشعب السوداني دائما في غيبوبه مما يملك اصلا. يعني دائما انك انت المعلومه ما تكون موجوده عندك وما تتحصل عليها الا كده من البنك. ليه احنا ما يكون عندنا اصلا داتابيز؟ ليه احنا اصلا ما عندنا يعني داتابيز؟ ليه احنا كباحثين مثلا ليه انا لازم افتش عن المعلومه مثلا في مواقع البنك الدولي او الفيدم داتا او الموقع اللي لسه شفناه سوا ده، وتعاني في انك تحصل على معلومات خاصه ببلدك؟ لانه ليه ما في تشجيع للبحث العلمي؟ لانه البحث العلمي بيكشف الحقائق، لانه نعم when you read the data the data is telling you a story. ما هو زي عمليه الداتا دي عمليه زي عمليه الانفستيجيشن بتاع الانفستيجيشن بتاع جريمه الجريمه. يعني بالنسبه لنا احنا كاقتصاديين الداتا دي بتتكلم معانا بلغه نحن بنفهمها، بتحكي لنا اشياء خفيه. يعني ممكن المسؤول يطلع يقول لك اي كلام اي كلام يوزعه للعامه، لكن ما بيقدر يقول لنا احنا اي كلام، لانه احنا وين نريد الداتا، الداتا بتتكلم معانا بتقول لنا انه في كوربشن، بتقول لنا انه في فساد، بتقول لنا انه في يعني مشكله ديفكت في الحته الفلانيه في النمو الاقتصادي في غيره. الداتا بالنسبه لنا is critical. واهم حاجه للدوله الشموليه انها هي ما تمنع وصول المعلومه الصحيحه للمختصين، التريند اي بيسموها. وي هاف ا تريند اي اون داتا، احنا عندنا عين مدربه لانها تقرا الداتا، زي ما الطبيب بتجيب له الورقه بيقراها، زي ما الجيولوجي بتجيب له الطبقات حقه الارض في شكل جاما والفا وبيقراها وبيقول لك في هنا في ذهب وهنا في رسوبيات وهنا في شنو. زي ما ده دور الساينتست والايكونوميست ار ساينتستس، يعني ايكونوميك ساينس. الايكونوميك ساينس بتتعلم منه انك انت not to trust الكلام العام اللي ممكن يطلقه اي زول، لا
What the data is telling me is what is important. Exactly. طيب يا دكتورة، يعني نحن مستمتعين جدا بالحوار، لكن بس عشان عامل الزمن باقي لنا سؤال واحد، إذا في إمكانية إنك تجاوبي لنا في دقيقة، اللي هو متعلق بنقطة الـ non-tradable، تجربة تركيا في جذب الاستثمارات في المجال، والفرق شنو، كيف ممكن يعني الدول النامية تستفيد منها. طيب انا بس الناس هنا ما تفرق بين اثنين، يعني انه النون تريدبلز يعني حاجه انت ما بتقدر تصدرها، ما بتقدر برودكت تقدر تصدره، لكن اللي بتعمله تركيا هو جذب للاستثمارات الخارجيه في قطاع معين. انت ممكن تجذب استثمارات اللي بيسموه الفورين دايركت انفستمنت، تجذب استثمار زول يجي يشتري فندق في السودان واتس ايفر، دي ممكنه، لكن انت ما بتقدر تشيل البرودكت ذاته اللي انت بتنتجه في اقتصادك تصدره انت للخارج، او ده اللي احنا بنقصده بالنون تريدبلز، ودي بانتاج القطاعات الخدميه. الحاجه الثانيه، في حاجه الناس ما قادرين يفهموها، الناس بيشوفوا من تركيا ومصر القصه اللي بيعملوها السودانيين دي، انه الواحد يمشي يشتري له شقه وكده وكده. الاقتصاد التركي ما معتمد على القصه بتاعت القروش حقت السودانيين او غير السودانيين انه يشتروا لهم شقه ولا كده. تركيا عندها اندستريال بلانت ضخمه. تركيا دي يا جماعه ورثت الإمبراطورية العثمانية. الإمبراطورية العثمانية دي كان عندها أكبر أسطول بحري في العالم كله لحد قيام الحرب العالمية الأولى. لأنه إحنا برضو عندنا مشكلة في قراءة التاريخ والتاريخ الاقتصادي تحديداً. يعني تركيا الإمبراطورية العثمانية دي انتهت بنهاية الحرب العالمية الأولى يا جماعة. فبالتالي أنت تتكلم عن دولة كانت محتلة مساحة كبيرة جداً من العالم، دولة الثروة بتاعتها ضخمة، دولة الاقتصاد عندها اندستريال بلان، عندها سكيلد ليبر، ودي أهم حاجة. أوروبا الحديثة اللي انهارت بعد الحرب العالمية الثانية كلها بنوها الأتراك. ألمانيا، هولندا، بلجيكا، فرنسا، فيها ثلاثة أجيال من المهاجرين الأتراك. ديل جو من وين؟ ديل جو من تركيا عشان الخطة بتاعت مارشال عشان توري بيلد يوروب بعد الحرب. طبعا اوروبا ما اتدمرت تماما بعد الحرب العالميه الثانيه، هم اللي بنوا الشوارع والكباري كل اوروبا اللي انتم شايفينها دي كلها بنوها الاتراك. ليه؟ لانهم عندهم المهاره، العامل الماهر، ودي حاجه اتبنت عبر قرون طويله جدا جدا، لانه الدوله العثمانيه دي حكمت شمال افريقيا كله، تمددت لحد السودان، وحكمت كده لحد سويسرا والدول الاسكندنافيه كانت تحت هيمنه وسيطره الامبراطوريه العثمانيه، والكلام ده لحد القرن العشرين. انت بتتكلم مثلا عن امبراطوريه مثلا زي الفارسيه عفى عليها الزمن ولا الرومانيه. المقارنه بين تركيا والسودان يعني انا ما عارفه دي كيف، دي مقارنه زي كوكب الارض والميلكي رود ده بسموه دب التبانه ده، يعني الجالكسي. نحن ما بنجي بحر في تركيا، تركيا من الاقتصادات القوية، الاقتصاد التركي من الجي 20، من الجريت 20 ايكونوميز، فهو ما معتمد على الشقق والبيوت والحاجات دي، لا، ده اقتصاد صناعي بيصدر صناعات وصناعات ثقيلة في مجال التسليح، تركيا اللي بتبيع سلاح نسوة بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها من الدول، دي صناعات هيفي اندستريز يعني. تمام، شكرا لك كثير جدا دكتورة سبنا، يعني كنا سعيدين جدا معك باستعراض ورقتك حول السودان وجنوب السودان بعد الانفصال، التأثير على الأداء الاقتصادي وتنوع الصادرات والمؤسسات. نحن حناخد منك استوعد انك ان شاء الله، باعتبار انه الورقة الحالية دي كانت ورقة ديسكريبتيف، ما كان فيها محاولات لانه تو انفستيجيت العلاقات السببية، وبالتالي الورقة الثانية اللي هي Oil Export Diversification and Economic Growth in Sudan, Evidence from a VAR Model، ودي برضو اتنشرت في Journal of Mineral Economics. أول حاجة ألف مبروك لنشر الورقتين، هناخد منك وعد إن شاء الله في الفترة القادمة حيكون عندنا معك كمان ويبينار لاستعراض الورقة دي، وسعيدين جدا بوجودك معنا، وشكرا كثير. الله يبارك فيك، وشكرا لتحت الفرصة في منصتكم، وإن شاء الله يكونوا الناس استفادوا من الكلام اللي قلناه ده، يعني بس ده كل أملنا يعني. بإذن الله استفدت، أنا شخصيا استفدت دائما. كثير. الله يخليك، شكرا جزيلا، وفي أمان الله. يا أمان الله جميعا يا رب.